بارئ الخطيئة كلها وجاعل الأوقات والأزمنة في سلطانك الخاص. بارك إكليل عام جودك يا رب، واحفظ العالم وشعبك في سلام بشفاعة والدة الإله وخلصنا. بهذه الصلاة ابتدأت الاحتفالية بقداس ترأسه قدس الأب بولس جبران سعادة، كاهن رعية الروم الكاثوليك في رافيديا، وقدس الأب المدبر يعقوب أبو سعدة، وبحضور عدد من أهالي مدينة رافيديا وأهالي مدينة بيت لحم، وذلك في كنيسة القديس يوحنا المعمدان مقطوع الرأس في مدينة رافيديا بمحافظة نابلس. وأقيم هذا القداس بمناسبة رأس السنة الكنسية هذا، وقد عبر الأب سعادة عن فرحته وفرحة الكنيسة بوجود المؤمنين محتفلين بهذه المناسبة، ودعا الحضور والجميع بالتمسك بالمحبة التي تجمع المؤمنين تحت سقف واحد وهو سقف الكنيسة. هذا الزمن مقسم إلى 4 مراحل: مرحلة حمل الصليب، مرحلة المجيء أو الميلاد، مرحلة الصوم وعادة تجديد حياتنا، مرحلة القيامة، ومرحلة التعليم بعد القيامة. هذه هي مراحل، وكل مرحلة إلها معنى وإلها أهمية في حياة الإنسان ومسيرته مع هذا الزمن وهذا الطقس. كما وقدم الأب الإيكونوموس راعي كنيسة الروم الكاثوليك في بيت لحم كلمته التي عبر من خلالها عن فرحته بمشاركة رعيته في القداس في كنيسة القديس يوحنا المعمدان مقطوع الرأس في مدينة رافيديا. وسميت الكنيسة بهذا الاسم لوجود حبس القديس يوحنا المعمدان وقطع رأسه وقبره في بلدة سباستيا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس على بعد 12 كيلومتر. وفي النهاية قال الأب سعادة بأن أماله أن تبقى الكنيسة منارة في مدينة نابلس. أيضا في هذا اليوم المميز اللي فيه نجتمع الإخوة مع بعضنا البعض، ونحن عادة كما دائما أقول نحن عندنا مسيح واحد، رأس واحد هو السيد المسيح. طبعا عندنا طوائف عديدة، لكن علينا عندما ندخل أي كنيسة ندخلها نعتبرها هي كنيستي أنا، لا أكون غريبا في عندما أزور عدة كنائس في المناسبات في الأطراح أو في المناسبات الحلوة في الزواج أو أثناء القداس الإلهي. فنحن المسيح هو واحد، المسيح أبدا لم يتجزأ. للنورسات مارلين الحدوة من مدينة رافيديا نابلس.